أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أخبار الأدعم لهذا الأسبوع. شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير قطر ختام جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا 1 قطر 2023 في حلبة لوسيل الدولية، وقام سموه بجولة في مناطق إدارة السباق المخصصة للفرق المشاركة. كما شهد سموه السباق الرئيسي الذي توج بلقبه الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول. تابع السباق أيضا معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وستيفانو دومينيكالي الرئيس والمدير التنفيذي لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، ومحمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات. توج سعادة الشيخ جعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الهولندي ماكس فيرشتابن بلقب سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا 1 قطر 2023 الذي يشكل الجولة 17 من بطولة العالم. وحسم فيرشتابن سائق فريق ريد بول لقبه العالمي الثالث باحتلاله المركز الثاني خلف الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارن الذي حقق المركز الأول. وكان فيرشتابن قد حسم اللقب خلال سباق سبرينت متفوقا على الأسترالي براسري، وشارك في تتويج الفائزين سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، وأكبر الباكر رئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، وعبد الرحمن المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية. وصف صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب أن الأجواء كانت مثالية وأن حلبة لوسيل استثنائية بكل المقاييس. حلبة استثنائية، يعني صراحة من أجمل الحلبات، يعني مثل ما انتم عارفين السنة احنا في شهر 10 وهذا استثنائي، يعني السنة الجاية ان شاء الله في شهر ديسمبر، مع يعني الجو في شهر 10 مش مثالي، لكن مع ذلك كان توافد الجماهير صراحة بشكل كثيف من اول يوم. يوم الخميس انا تابع السباقات سواء الدراجات النارية او السيارات، ان الجمهور يعني يعبي المدرجات حتى في يوم الخميس اللي هو الفري براكتس، هذا شيء يعني استثنائي صراحة. كما اعتبر محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أن نجاح تنظيم قطر لجائزة الفورمولا 1 ليس بالأمر الغريب، سيما بعد النجاح الكبير في تنظيم مونديال 2022. أولا بكل فخر يعني أشكر رئيس الاتحاد القطري عبد الرحمن المناعي، وحتى يعني سعادة وزير الشباب والرياضة، يعني مهتمين اهتمام كبير بالفورمولا 1 وليس بالفورمولا 1. يعني نجاح البطولة في قطر مش جديد، بننظر على التحديات الكبيرة في كأس العالم كانت يعني تحديات، والنجاح كان مش على مستوى التنظيم ولكن على مستوى إرسال رسالة للعالم أن يعني المنطقة قادرة وبالطريقة الصحيحة. طبعا وجود العشاق اللي نشوفهم في الحلبة شيء كبير، وبالنسبة لي أنا فخر يكون يعني، وخاصة يعني في قطر. نحن نتكلم عن 4 سباقات تقام في هذه المنطقة، ورياضة السيارات يعني في الشغف والمحبة وحتى في الإثارة شيء كبير. أما إذا بننظر إلى حلبة قطر فهي حلبة مميزة. أنا أقول يعني لما حد يقول إنك أنت شفته، أنا شفته قبل واليوم، صدقني ما في أشياء يعني تذكرني باللي صار بالسابق. إذن حلبة لوسيل الدولية بحلتها الجديدة كانت محط أنظار العالم هذا الأسبوع، وقد أبهرت كل من زارها من أساطير لتصبح واحدة من أفضل حلبات السباق في العالم، لما تحتويه أيضا من مرافق وخدمات رائعة. أزل الستار رسميا على دورة الألعاب الآسيوية 19 التي أقيمت في الصين، وكانت الحصيلة القطرية وفيرة بإحراز 14 ميدالية تنوعت بين 5 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات، لتحتل قطر المركز الثاني
بين الدول العربية، وقد شارك الوفد القطري في حفل الختام الذي طويت به أحداث أسياد هانغشتو 2022. في تصريح حصري وخاص بمنصات من أعرب بطلنا العالمي معتز برشم عن سعادته بالتتويج بالميدالية الذهبية الثالثة لدورة الألعاب الآسيوية. سعيد جدا بالتتويج بهذه الميدالية، كان عندي طموح وحلم أن يوم من الأيام يكون عندي 3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية، أن أكون أول لاعب وثب عالي حقق هذا الإنجاز، والحمد لله رب العالمين، جهود الفريق توفيق رب العالمين حققنا هذا الإنجاز، وكان طبعا آخر بطولة في الموسم، أقول كان ختامها أمس كلها الحمد. وكيف استعدادتك لأولمبياد باريس 2024؟ طبعا الحين خلاص فترة الراحة الأوف سيزن، الواحد نفس ما نقول يرجع فترة نقاهة، استرخاء الجسم والعضل والذهن، وطبعا بعد شهر إن شاء الله راح نبلش، وطبعا إعداد الخطة للحين ما بلشنا فيها، تكون مع المدرب مع الفريق الإداري والفريق الفني، إيش الأشياء ممكن يشتغل عليها، كيف راح يكون تخطيطنا للأولمبياد، وإن شاء الله يعني نوعدكم بالأفضل دائما. نعم معتز، اليوم عم نشوفك بحلبة لوسيل الدولية. نعم. جاي تحضر سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1. نعم. يعني هل معتز بحب هذه الرياضة، رياضة المحركات غير القفز العالي؟ طبعا اكيد، انا صراحه من عشاق رياضه الفورمولا، ونفس ما قلت هذه ثاني مره احضر جائزة الدوحه الكبرى اليوم في حلبة لوسيل، طبعا بعد التعديلات، ونفس ما شفنا امس صراحه يعني السباق كان مثير، وان شاء الله نشوف، نتمنى اليوم صراحه توفيق لكل المشاركين المسابقين، ونكون ان شاء الله سباق ممتع. أقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 احتفالية خاصة مع بدء العد التنازلي قبل 100 يوم على انطلاق البطولة، وشهد الحفل الكشف عن شعار البطولة هيا آسيا الذي يعكس الحيوية والنشاط للحدث الكروي المرتقب الذي سيقام على ملاعب كأس العالم بين 12 من يناير حتى 10 من فبراير، وذلك لأول مرة في تاريخ المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء سعيد بتواجدكم معنا في هذا الحدث الكبير اللي يعتبر علامة واضحة لجهد كبير تم، 100 يوم باقية إن شاء الله على انطلاق هذه البطولة الغالية، البطولة اللي تتحد فيها آسيا كلها تحت روح رياضية عالية، وإن شاء الله تكون منافسات ترتقي بالمستوى. هيا آسيا، هيا آسيا معناها يلا يا آسيا، كلنا مع بعض، هيا كلنا مع بعض نترجم هذا الحدث في أرض الواقع على مستوى فني عالي رقي في التعامل، متعة للجماهير، وإن شاء الله تكون هذه البطولة محفورة في ذاكرة الجميع إن شاء الله. وشي شاكلكم هذه المقابلة، جزاك الله خير. بأمانة دائما قطر تبهرنا بالشيء الجديد، بالشيء المميز. طبعا هي كانت هي سابقا هي في كأس العالم، والآن انتقلت إلى كأس آسيا. اليوم الورشة والحضور اللي حصلنا فيه كثير من المعلومات، كثير من الأشياء اللي أفادتنا في كيفية التعامل مع المنتخبات أثناء حضورها ووصولها، ما هو الفاسيلتي اللي راح يوفر لكل منتخب، الفاونديشن، الانفايرمنت اللي نحصل لكل المنتخبات، شيء عجيب. لكن هذا الشيء مش غريب على التنظيم في قطر، دائما التنظيم في قطر مبهر، دائما التنظيم في قطر مميز. نتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع المنتخبات، وباذن الله تعالى في كاس اسيا ان شاء الله تكون بحله جديده، وان شاء الله باذن الله تعالى تقدم المنتخبات هذه مستويات جيده ومستويات مميزه، ونمتع ايضا الجمهور من حقهم انهم يستمتعوا في هذه البطوله. والله شوف، المنتخبات الموجوده معنا في المجموعه منتخبات ليست بالسهله، منتخبات جدا يعني متطوره، عندنا السعوديه، عندنا منتخب قزاقستان، وايضا المنتخب التايلندي. طموح اي لاعب، اي ممثل لعمان، ان احنا باذن الله تعالى
الله يوفقنا ان شاء الله ناخذ كل مباراه بخطوه بخطوه، ننجز المراحل المطلوبه ونحقق الاهداف اللي احنا نتمناها. طبعا في البدايات اتمنى الله يوفقنا ونصعد للادوار التمهيديه، وبعد ذلك ناخذ الامور مثل ما ذكرت لك خطوه خطوه. بدأت اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 التي تستضيفها الدوحة طرح تذاكر المباريات للبيع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة والموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي. وكان السيد حسن ربيع الكواري المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في اللجنة المنظمة المحلية للبطولة قد أعلن في مؤتمر صحفي أن عمليات البيع ستكون إلكترونية فقط، وأن أسعار التذاكر تبدأ من 25 ريالا قطريا فقط. أعتقد هي تعتبر الدولة الأولى في تاريخ آسيا التي تستضيفها للمرة الثالثة، هذا يضع نوع من العبء علينا أيضا، ولأن في ثقة كبيرة من الاتحاد الآسيوي والاتحادات الدولية بشكل عام في قطر وقدراتها على استضافة البطولات. نعمل إن شاء الله بشكل متواصل مع جميع الشركاء سواء من الاتحاد الآسيوي الاتحادات المنتخبات المشاركة معنا لإظهار النسخة بأفضل حلو بأفضل شكل، خاصة أنها تأتي بعد الحدث التاريخي كأس العالم وأفضل نسخة تم تقديمها للعالم. أعتقد نوع من العبء ونوع من الضغوط وضع على اللجنة المنظمة المحلية، لكن إن شاء الله بالعمل المتواصل والاجتهاد راح يكون إن شاء الله إظهارها بشكل مناسب. طبعا الملاعب، إحنا الحمد لله الملاعب والبنية التحتية جاهزة، خصوصا إن إحنا استخدم 7 ملاعب مونديالية من ضمن 9 ملاعب اللي راح تكون متواجدة معنا، بالإضافة إلى ملعب ساد لوسيل، ملعب الأيقونة اللي استضاف واحدة من أفضل نهائيات كأس العالم. هذا بما يتعلق بالبنية التحتية، أيضا المواصلات، شبكة المواصلات المترو راح تكون أيضا متوفرة متواجدة معنا. بما يتعلق بالجماهير، مشاركة 24 منتخب أيضا يعطي انطباع أن إن شاء الله راح يكون فيه عدد كبير من حضور الجماهير. ما أقدر أعطي رقم حاليا، لكن اللي من لا إن شاء الله راح يكون رقم مميز. أعيد انتخاب القطري حمد بن عبد الرحمن العطية رئيس الاتحاد الآسيوي للفروسية للدورة الثالثة التي تمتد حتى عام 2027. وجاء انتخاب العطية الذي يرأس الاتحاد منذ عام 2017 بالتزكية خلال اجتماع الجمعية العمومية في الصين. من جهة أخرى، سيواصل بدر محمد الدرويش مهامه أمينا للسر العام للاتحاد الآسيوي للفروسية. اختار المدرب البرتغالي كارلوس كيروش 35 لاعبا في قائمة أولية تحضيرا للمشاركة في بطولة الأردن الدولية، وسيعلن كيروش عن القائمة النهائية المدعوة لملاقاة العراق في نصف نهائي الدورة، والفائز سيقابل الفائز من لقاء الأردن وإيران في النهائي. أعلن نادي معيذر غياب نجمه الجزائري نسيم بن عيسى عن الفريق لخمسة أشهر، وتعرض بن عيسى إصابة خلال المباراة أمام الأهلي، وهو بحاجة لعمل جراحي وفترة علاج ستبقيه بعيدا عن الفريق لخمسة أشهر. توج القطري ناصر صالح العطية بلقب النسخة 50 من رالي قبرص الدولي الجولة 55 من بطولة الشرق الأوسط للراليات، وسجل العطية سائق فولكس فاجن زمنا قدره 3:03:38 متفوقا على العماني عبد الله رواحي الذي حل ثانيا ليتقاسم السائقان صدارة الترتيب العام. تنطلق الأربعاء في صالة لوسيل الرياضية منافسات النسخة الثالثة من بطولة قطر ماسترز الدولية المفتوحة للشطرنج التي ستضم نخبة من أبرز أبطال العالم، وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري. ويشارك في البطولة التي تقام وفق النظام السويسري من 9 جولات 250 لاعبا ولاعبة يمثلون 42 دولة، بينهم 62 أستاذا دوليا كبيرا يمثلون 16 دولة عربية، فيما تسجل الهند أكبر عدد من المشاركين والذي وصل إلى 76 لاعبا ولاعبة، ويبلغ مجموع جوائز بطولة قطر ماسترز الدولية المفتوحة 120,000 دولار أمريكي. هكذا نصل معكم إلى ختام أخبار الأدعم بهذا الأسبوع. دمتم بخير وإلى اللقاء.